بالنسبه للكباري اول مره نشتغل كباري عشان طبعا الشقه بتاعت سوق مصر الجديده وكده بخضار الشال وكده، فبنحاول نظبط لهم الدنيا يبقى مكان الكتل الاسمنتيه دي كلها، بنحاول نزرع لهم نجلد لهم الكباري نعمل لهم العيدان بحيث نرجع منظر مصر الجديده تاني زي ما كان. دي زي التربه والارض بالظبط، بتبقى فيها ميه على طول، مثلا نسبه التبخر طول النهار كده بتسيء الصبح اخر النهار كده يعني فتره ربع ساعه نص ساعه. وطبعا الاحواض دي معموله عشان الفايز بتاع الميه اللي بتنقط اللي هو الاستانلس التحت ده، الفايز اللي هو الميه اللي بتنقط من اللبان في الاخر ماشي. ده بيبقى عباره عن جيوب بيتحط في الزرعه كده، في بص المواسير السوداء اللي طالعه دي الطول ده دي بتنقط ايه نظام تنقيط لمده ربع ساعه نص ساعه حسب ايه الشتاء او الصيف. الصيف طبعا بيبقى ليه ري والشتاء بيبقى ليه ري. الجديده ما بقتش زي الاول يعني، فيها تكدس سكاني رهيب، كثافه عربيات غريبه سليم. فانت عندك هنا تقاطع شارع الحجاز مع ابو بكر الصديق كان بيبقى مشكله انك انت تعدي الاشاره، يعني كان ممكن تبقى الاشاره مقفوله مثلا من عند البنك اللي موجود هنا بس. فدلوقتي الحمد لله رب العالمين يعني ابتدى الطريق يبقى فيه سيوله مروريه هيخدم المنطقه حي مصر الجديده كله. ما هو في عربيه واقفه، ما هو كله ماشي كان كسكبس على بعض يعني كل ثلاث دقائق يمشي هنا ويمشي هنا، يوقف هنا ويمشي هنا ويوقف هنا ويمشي هنا. دلوقتي بقت السيوله حلوه، حاجه ايجابيه وزي الفل.